شايفين ايش صار؟ يا الله، ما عليكم الفيديو كليب اللي تو صورته، بس قسم بالله انا ضايق صدري من قهره، تعبانه عليها، احس بصيح. يا الله، حسافه والله حسافه. ايه مستويه وخالصه، بس انا حطيتها على العين، قلت خلها تخف مويتها، فيها مويه قلت خلها تخف. حطيتها على العين، على عين الكهرب مو الغاز بعد. دخلت البيت دقيقتين، طلعت لقيتها مقسمه قسمين، حسافه. يا ربي، بس الحمد لله اني مسوية صينية ثانية، ولا كان توهقنا نكبة. كان هذا الصينية الثانية، هذا العور اخناها تفر، ان شاء الله يمكنها تخلص. خلصت الحين الصينية، بس صراحة فرق، هذيك محيوفة حوف مضبوطة. بس يلا، العمش ولا العمى، بنحط عليها جبن، بنوزع على الوجه جبن، ندخل الفرن مرة ثانية لين يذوب.